بعري للفحول اذا حقدت مشكله هي هو حقد عليه والله. ثمان مره بركت على سوداني ما سحبوها حتى بلبل وشاك. طبعا انا مالي موقف مع البل، انا عشان تبون موقف انا من رجال ذاك حيلان موقفنا. لا انا على موقف من ناحيه هاي انا بعلمك ابو سحاب انا الجمهور اللي حق يعرف شو الثنيات مع الاسد. صح لا الاسد لازم طلعت انا وكحيلان من تقهوانا عند برجيفل في فرنسا. وش تبى؟ لا قلم لا هذا سابع قلم لا لا ما في هات لا 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 ما في ما في هات 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 امسك معي قلم وانا لا 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 شيخ زايد قلم مع قلم سيف مع قلم يقول خلاص روح اخذه روح 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 شيخ القري قال يا تتكلم خلاص روح روح تستبي على نفسك روح انا امسك وروح بس وسلام وسلام سحاب تقاويت من برج برجي في انا والرجال هذاك حيلان ايه تقاويت بعد احنا طالعين ايش سنه لسه ها برجي سلام كافيتيريا هذا موجود لا لا ايوه صدق احد القهاوي اللي عند برجي الشانز لازي ايوه احد القهاوي انا شو الرب يلا يلا قول احنا بنعلم انت شالفتي تسوونها اي والله شنو تعلي ولا تعال ولا خلكم القهوه انا عند برجي في انا والرجال هذا اسلم عند برجي في ما باقي غير تحط خدود سيف وتقول شيء اوف ما شاء الله المهم احنا تعدى الاشاره الاولى متجهين غرب يوم اتجهنا غرب لك الحديقه للعالم من كبه وكتب علامك وكتب علامكم كانوا في الحديقه هون حاشوا علامكم علامكم ولا شد ولا شد ولا شد ولا شد قلت ارشد عنهم معي بس يا انا كنت الرجال ذاك هذا العيد بالله صدق وما يستاملون قلت ارشد معي في الموت معاني بك حلال لي اللي ارشد ارشد هذا العيد اي والله المهم احنا نتعدى الناس هديناهم خلاص دروا ان الاسد موجود معي في الموت ولا شد ترى رايح انا عارف ورا بس سالفه قدام وانا اخذ الدوار الاول وانا اخذ الدوار الاول اثر الاسد ما اعرفه اثر جوعان كان في حاشي باشا ف عندهم ورا الدوار اي اللي واقف حتى مستر والله انه محترم واقف حتى مستر يشير بطرف اصابعه كذي يا هاي اسد انجليزي هذا اي طلع صين المهم يوم اني دخلت وانا عاين فيه عرفني وانا ترى هو وحاجة. عاين وانت عاين وهي عاين ماسك فاستري بحاشي باشا هو اسد وانا تعدى السرا انا معي بطاقه تميز في المطعم هذا وانا تعدى وانا عاين فيه يعرفني سوى نفسي ما اعرفني وانا قاعد المحاسب قلت انا عشان اوريها انا ولا اسد هذا اللي معي في الموتر ولا اسد اللي فسره ما تخلي بعض قلت له وش طالب؟ قال طالب 10 كيلو لحم بدون رز ما ياكل الرز ما ياكل مسوي رجيم قلت تدري حط له طحينه حط لي الشطه على حسابي وعطه دبس استاهل اي يوم ان رحنا وجلسنا على الطاوله له يبي يجلس الحال اخذ اطلبه وبيجلس الحال هالاسد انتم طالبين 20 تقريبا 20 وي اللي كنتوا كحلا لا انا طالب اللي لحمتين صغار هالكبار وحيلان طالب اللي شبل انت طالب اللي شو اسمه ثلث تيش ثلث هو تبن هو ما يحب الاجتماعيات يحب التوحد الحال لو طالب اللي شل حاشي اسد اكل الاسود توك لا رجال السالفه ما جات وحنا نتغدى وللاسد يتغدى لحاله يا ولد انا اسولف للاسد يتغدى لحاله وانا حلف عليه عاد وزع لي حسبت عنه ما معك كاش وانا حلف عليه هو يجي احنا نحط غدانا سوا ونتغدى انا ما ادري ايش السالفه الحين وحنا نعود قال هذا تدرون نزلوني اقلط ايش اسمه في كافي مقابل الحديقه وحنا نبارك ابو مبارك هايد بارك ما ادري ايش اسمه في بارك وفي مبارك احنا يوم جينا ننزله للعالم والدوريات العلم العلم الاسد ماكل الا غزاله اعوذ بالله انا ما علمني بس سالفه لان اشيل غزاله ركبنا هو اعوذ بالله وانا ادق على رعاء الحديقه السلام عليكم السلام معي فلان قلت الله الله قلت الاسد ايش تبون منه؟ قال الاسد لازم ناخذ حقنا منه قلت انتم تبونه كباب ولا تبونها وصع؟ يا سلام وحي ما براجعين حي تبونها كباب ولا وصع؟ قالوا له انا به كباب ونفترش انا وبلها زين زين احنا نسوي كباب خارج معنا ترى ها هلا سيد اي خرج ابو سحاب يا ولد حزان ما حزان ما لا لا خذني على قدره انا كاسر النابه اليمين طاقه بصيبعات اثنين كذا ينابه محول هذا اسبوعين اثنين بس جحد 10 كيلو جحد اخوه يا اخي ما فيهم خير بعض الناس ما فيهم خير وحنا نرد كباب لا 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 ويا حنا ماشيين قالوا حنا حديقه ما فيها سيد قلت كحلام فيه ويحول ابوه ابو مبارك نعم ويحكم المنطقه هذيك لين عاد
ديورت واخذ له بوردنج ثاني حق باب شهر اي عقب سنه انجب له الشبل وجاء في المنطقه وجاء انا البعرين مالي فيها مواقف الاسود عز الله كفو بالله لا تعلمه بسالفه الذيبه الاسحم اللي قبلنا وجه الله عليك وجه الله عليك تكفى تراني طالبك ابشر لا تعلم لا لا في والله لا تعلمون لا انا خايف من الله خايف الله يدخلني النار بسبب فعلتي مع الذيب هذاك انا والرجال يا واجب هذيك سالفه اي بعض الذياب احيانا ما هي ذيابه عز الروح ما اشهد انت تدري مخليه ينبح مثل سلب الذيب هذاك يقول لا يوجد ذيب الله يردك يا ابو هل تضرب القاسي ومقفل الذياب طيب قصه الذيب والثعلب تعلم سالفتنا انا اللي كنت معك فيها والله ذاك